برحب بحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا مع الاستاذ كمال عامر. استاذ كمال، كنت قلت لحضرتك قبل الفاصل هحكي لك حاجه بسيطه كده حصلت في الامارات. نعم. نعم. جماهير النادي الاهلي كانت عامله دخل. نعم. اعترض احد الاشخاص من نادي الزمالك ووصل له الدخل ان بتتعرض احمد مرتضى منصور بتتعرض على الامن هناك وبيقعدوا معاهم وبيحصل تنسيق. نعم. اعترضوا وحجايجه اتغيرت. نعم. وراح جاي حصل ايه اللي اتغير؟ ثانيه واحده، اتغير الشكل ولا اتغير ايه؟ اتغير كان في جمله مكتوبه اللي هي من انتم؟ انتم على على رسمه اسقاط، على رسمه اسقاط وارد يكون فيها اسقاط. خلينا نقول الامن. نعم. قال له غيروا الجمله. راح جاي قالوا هنكتب زي ما شفتوها في الدخله مكتوبه من نحن. تمام؟ تمام. واتعمل الدخله وخلصت الامور. هم عملوا ايه؟ هم عملوا، شوف الجمال في عمليه الحل للمشكله. حتى عندما اعترض احمد مرتضى منصور رئيس بعثة نادي الزمالك هناك، ما فيش مشكله، عنده حق، من انتم يعني قد تكون فيها تحقير او هو الراجل استشعر كده. بس شوف جمال بقى جماهير النادي الاهلي هناك. كويس؟ في كذا حاضر، لكن هنا ما هو هنا حاجات مقدسه، عايزين نتوصل لحته نتفاوض الحوار. ما هو الحوار انا معاك، الحوار لازم يكون، خلينا بقى نقلب الدنيا، لان شكل الموضوع ان الرسميين ايا كانت الداخليه وبتاع مش عارفين هم كده ماشي، احنا بقى تعالى ايه اللي المفروض كجماهير نعمله؟ ما تديش فرصه، ما تروحش تزور لي بطايق وبتاع بطريقه وباخرى، بطايق زي ما بيحصل، وتخلي الناس تفقد اعصابها وترجع تتخانق معاك، وتلاقي الناس اللي داخلين ومعاهم التذاكر المحترمين خدوا ده في ده، ما هو ده ولادي ما عملوا كده، ولادي معاهم تذاكر واقفين هناك في استاد برج العرب مباراه النادي الاهلي. طيب مضروبه جدا، مين اللي عامل المضروبه؟ عدد من الجماهير. طبق عليه القانون. ما قلناش لا، خلينا بس خلينا بس ما نظلمش. انت دلوقتي اي واحد بيخرج على القانون بياخد ده مع ده ومع ده وندفع الثمن. لا، خلينا احنا كجماهير القواعد اللي دخلت هناك وكنت محترم وكنت اعملها معايا هنا. انا مش باجي على الجماهير، لان الجماهير دول ولادي فعلا متعصبين لناديهم وده حقهم، واي واحد انا بحترم اي واحد متعصب للنادي، لان هو بيتعصب للنادي يعني ايه؟ النادي بيعلمه التعاون وبيعلمه الحاجات الحلوه والقيم اللي انا بقى مبسوط بيها، النادي علم ولادي ان هم ياخدوا العلم مصر ويرفعوا علم النادي الاول وبعدين علم مصر يرفعوا في ميدان الكربه وهناك عند قصر الاتحاديه. انا فخور بالموضوع ده، لكن خلينا نكمل الموضوع، كلنا مسؤولين، الجامع والكنيسه، مش الامن اللي هيعلم الناس قله الادب، الام والاب كمان. الحاجه الاخطر بقول للاب، ما تروح مره مع ابنك في المدرجات، ابنك ما يستاهلش، بدل ما يرجع لك جثه في التصادم اللي احنا شايفينه ده، انك تقف معاه يستاهل انك تقف معاه، لان ده عمرك وشقاك كل اللي احنا بنعمله عشان ولادنا. خلينا نقول احنا علينا جزء لازم نكمله كاولياء امور وكمجتمع مدني وكمجتمع مع الشباب. الشباب دول ناديك بتحبه، طب ما تلحقش الضرر بالنادي التاني، ادي حاجه، ما تلحقش الضرر بانك متوسع للاهلي، وسع له بس مالكش دعوه بانك تشتم. العلاقه دي لازم نعملها كلنا، وكلنا ايد واحده، اللي انا شايف الحوار ولا حد بيحاور ولا حد بيتكلم، وتظل القضيه حاجه كده قنبله تحتنا بنفجرها كل حوار. ملف اخر عايز افتحه مع حضرتك مهم جدا، اتذكر من سنه ونص، بس عايز حضرتك ترد على السؤال. قول ده. قول. من سنه ونص كانت انت عندك معلومات، وحتى جالنا تليفون على واحنا ما خرجنا فاصل في حلقه سابقه من سنه ونص، الالعاب الجماعيه في لعيبه هتنضم فيها في السله، اللي في كره اليد هيحصل تدعيمات، كره القدم في الاهلي وانت اليوم ده انا متذكر كويس جدا قلت لي الاستقرار قادم للنادي الاهلي. تمام. قبل ما اروح لجزئيه ثانيه انا عايز اتكلم فيها مع حضرتك، النادي الاهلي تعالى تحديدا، ما نتكلم على المكشوف، لا اتكلم على السؤال ده الاول. ما هو الاستقرار. هو الاستقرار يعني ايه؟ هو انت لما يكون، خلي بالك قيادات الانديه اللي موجوده المفروض متطوعين. لو تلاحظ في النادي الاهلي دلوقتي، شيل كلمه النادي الاهلي من الموجودين، برضو ناس لها قيمتها في المجتمع عايزه تخدم. خلينا بس نتكلم على المكشوف، مجلس الحالي الموجود فاز ب 8000 صوت، اذا ثقه الجمعيه العموميه فيه واضحه. خلي بالك احنا بنتكلم على 60000 واحد، اذا دول اللي بيمثلوا تمثيل امثل للجمعيه والنادي الاهلي، ناس اشتغلوا. كان انت بعد ما نجحوا ايه اللي حصل؟ تم حل مجلس الاداره. اتحل ليه؟ اتحل باسباب مش له، هو ملوش ذنب. وعايز اقول لك على سر، جواب من مديريه الشباب والرياضه للقاهره للوزير. بتقول ايه الجواب؟ هقول لك سطرين بس منه. اتفضل. اتضح من خلال الممارسات لاداره النادي الاهلي السابقه اللي قبل محمود طاهر، ايا كان مين اللي كان ماسك، ان هي مصره او متعمده. انا هقول لك النص عشان ما تتضايقش. ده مستند. طبعا انا كمال عامر اللي بتكلم، ده جواب رايح للوزير.
وده ما فيش حد عنده منه. عارف يعني ايه مدير مديريه الشباب والرياضه؟ تاني الجواب راح منين لمنين؟ من مديريه الشباب والرياضه للوزير بيقول له وصف حاله، لان الانتخابات ده لها شروط 1 2 3 4 الشباب والرياضه 1 2 3 4 نمره 1 انك انت بتعلق الاسماء قبل ما اعرفش كام يوم 15 يوم الاسماء وبعدين بتعرض الاسماء المرشحين على مجلس الاداره لان مجلس الاداره بيقول لك ممكن يستبعد كده اللي هي مصفه الاولانيه وبعد كده بتحطها الناس بتقول لك اه ويعترض حدوته كده في من كام يوم وكام يوم وكام يوم وكام يوم ما اتعملش كده ادي واحد. طب المديريه جت ما وقفتش ساكته راح سويلم راح باعت لمجلس اداره الاهلي السابق يا جماعه خلي بالكم في خلل هنا وهيبقى في عوار وهيبقى في كذا كذا وبنحملكم المسؤوليه. ده جواب تاني معايا. قول لي جزء منه كده. بص انا ايه انا مش هقول اقول لك في جواب وفي جواب لرئيس النادي الاسبق من برضه مدير الشباب والرياضه بيحمله المسؤوليه. سويلم بيحمل رئيس النادي الاسبق الكابتن حسن حمدي بيحمله يقول لك خلي بالك في مشكله كذا كذا وتصرف النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي بتجاهل التعليمات الجهه الاداريه هيؤدي الى عوار في العمليه الانتخابيه وهتلحق الضرر بالمرشحين. واضحه واضحه فيها لبس. مسويلم خلاص اتخنق من الموضوع عمال يقول يا جماعه يا جماعه يا جماعه ما فيش فايده. بعت الوزير قال له اداره النادي الاهلي مصممه على اي تقويض العمليه الانتخابيه. انا عايز اقول لك النص بس عشان ما يبقاش فيها كلام. اصرار ميعاد الجواب ده امتى؟ الجواب موجود في رقم الصدر بتاعه 1851 في 10/3 قبل الانتخابات. اقول تاني؟ عارف يعني ايه اصرار اداره النادي الاهلي على عدم اتخاذ الاجراءات القانونيه الواجبه الواجب اتباعها حيال عقد الجمعيه العموميه للنادي واتخاذ تدابير غير سليمه تعيق الاجراءات وتهيئ المجال للطعن على الاجراءات وقد يترتب عليها بطلان الانتخابات والحاق الضرر بالعمليه الانتخابيه كلها. اذا انت عشان كده القضيه اترفعت ثاني يوم على طول؟ لا ما هو ده جزء ما نلعب على المكشوف. ده جزء. اذا انت ايه انت الناس دول جاي تحملهم المسؤوليه؟ لا خالص. ده الناس دول فدائيين يعني المفروض يتعمل لهم تماثيل محمود طاهر واللي نجحوا كلهم. خلينا بس خلينا نتبنى وجهه النظر الاخرى. يقول لك انت بتساندهم ليه؟ مين اللي بيساند؟ انا حضرتك. انا بساند ليه؟ هو انا اللي يقول الحق ده يبقى راجل مش مظبوط؟ وانا لازم امسك العصايه من النص زي الاهلاويه معظم الاهلاويه عشان ده جه وده مشي؟ لا انا راجل من ساعه ما اشتغلت متعصب للي انا بشوفه للحقيقه والورق وكلمتي قدام كلمه اي حد. ما الاقي حاجه زي كده انا بدخل فيها شمال ولا تفرق معايا. بعض يقول لك ليه ومش ليه وبتاع. عشان كده كنت مخبي الورق مش عايز تقول له. لا ما هو ايه بص انا ايه اصلا ايه اللي خلاني اعمل كده واقعد ابحث واقعد ادور عشان اجيب ما يؤيد وجهه نظري في ثقتي بلا حدود في مجلس اداره النادي الاهلي الحالي. اللي حصل ان انا في بعض الاعلاميين انا شفت هو بيشكك في عمليه بيقول لك ان تعيين اعاده تعيين مجلس محمود طاهر اللي هم المجموعه اللي استمرت اللي هي ما قفزتش من السل من من الـ من القارب في وسط الميه واللي استمرت وان دفعت عن النادي الاهلي لحد ما وصل لحد دلوقتي عشان رايته تبقى مرفوعه. هم بيتساءلوا لماذا المهندس خالد عبد العزيز عينهم تاني. الحاجه الثانيه بيقول لك دي غير قانوني و ده اللي خلاني لا لا بقى انا كده بقى انت بتنتقل لجزئيه ثانيه. انا اللي هسالك فيها. لا اسمعني بس اتفضل. النهارده فرقه السله بتحقق نتيجه محترمه. نتائج الالعاب الجماعيه خلاص موضوع انتهى واتكلمنا فيه كتير. فرقه الكوره حصل فيه استقرار وصفقات بتيجي في هدوء ومفيش حد عارف عنها حاجه وانا احب الكلام ده جدا لان ده اللي انا اتربيت عليه. تمام. الاقي الهاند بول والسباحه وبتاع. نعم. الاقي نفس الشخص بيرفع قضيه على الوزير النهارده. انت عايز ايه؟ خلينا ما دي حاجه غريبه جدا. يعني انت بترفع قضيه على الوزير هو انت انا 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 ما شفتش حد بيدور على خراب نادي وعلى هدم استقرار نادي ولا اللي انت تبقى تدخل اي حد جوه ناديك. يعني انت اللي احنا تربينا عليه انت عايز تعمله؟ ما ده غريب جدا بالنسبه لي. كابتن شادي خلينا هي العمليه في ايه؟ هم كانوا بيراهنوا على ان يحلوا مجلس اداره لان ده خلاص ده الامور والورق بيقول واضح ما فيهوش اي لعب. ان كانت هناك نيه اصرار على ان العمليه الانتخابيه تبوظ وفعلا نجحوا في كده. هو كان وجهه نظرهم ايه؟ هو كان خلينا نقول ان مجلس الاداره اللي قبل كده كابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب وكل الناس ناس محترمين. وعايز اقول لك على حاجه لك جدا. حسن حمدي تحديدا خلي بالك ده وجهه نظري من افضل من تولى رئاسه النادي الاهلي. ادي واحد حكم النادي الاهلي واستطاع في خلال شوف بقى المشاكل و ان ورايه الاهلي تبقى مرفوعه ايا كان. لكن جت في اخر سنه انشغلوا بحاجه ثانيه في الثمان سنين هتطبق ولا ما تطبقش ودخلوا مع الوزير طاهر ابو زيد في معركه معروفه جدا. في خلال الفتره دي كان كل الاعلام بيناقش. لا ثانيه واحده بس خلينا ايه عشان ما انت ما تتوهنيش خلينا اقول اربع جمل وبعدين بتكلم انت زي ما انت عايز. ماشي. اللي حصل ايه انا بقول كلام واقع ولو في كلمه مش مظبوطه نتكلم فيها.
في الفتره دي الاهلي ما بقى في مشاكل ماليه كتيره جدا، لدرجه ان الموظفين النادي الاهلي في فرع مدينه نصر عملوا اضراب لان رواتبهم ما كانوش خدوها. محمد سويلة مدير مديريه الشباب والرياضه راح بعت لهم جواب وقال راح لهم قال لهم يا جماعه في لو الاداره ما وفرتش الرواتب احنا هندخل وندفع الفلوس. ده جزء بيقول لك ان الاهلي واجه مشكله ماليه مؤكده. دي كان مصر خارجه من ثورتين. انا ماليش دعوه بقى، خليني بقى ما تقعدش تلحل لي بقى، خلينا ايه الاربع جمل ما لازم الحن المقام هيطلع ازاي لو انا انا سمي خلي بالك اللي انت قلته، بس الاهلي ما كانش كده، الاهلي ما تعرضش كده، الاهلي المفروض كيان بيمتص كل المشاكل. اثنين، تعالى الميزانيه اللي هي اخر ميزانيه كان عليها فلوس قد ايه؟ اكتر من ديون 134 مليون جنيه. 134 مليون جنيه استحقاق دفع منهم في مبنى الاسكواش كان عايز 19.6 في يعني، لا ده الانشاءات. عندك الوسط الرياضه نفسها اللي هو القطاع الرياضي كان له قد ايه؟ قول لي كده. حاجه و60 مليون. حاجه و40. حاجه و40، عارف الحاجه و40 دول عباره عن ايه؟ كان في ناس مكافاه 11 12 موسم 11 و12 13 ما خدوهاش. كان في لعيبه زي اكرامي وخلافه له فلوس وشيكات، وفي لعيبه مشيت في حاجه ايا كان ليها فلوس وقلنا حكينا. عايز اقوله ايه؟ الاهلي في الفتره دي كان محتاج افكار استثماريه تقدر تجيب له دخل. يعني انا كان ممكن ايه في توقيت معين تجيب واحد فنان، في توقيت معين تجيب مثقف، في توقيت معين ده اما يكون عندك رواج وعندك تجيب واحد فنان يقدر يزود الوجدان بتاعك. لكن في توقيت معين الاهلي بيغرق ماليا. في مشاكل معمقه، حتى الاهرام اللي هو وقف جنب الاهلي بفترات كبيره جدا بالامانه، الاهرام يعني خلينا منصفين، حسن حمدي بقول لك من خلال ما حققه النادي الاهلي وما من تعب وشقى وعمره كله اللي ده النادي الاهلي احترامه وتقديره كل حاجه حلوه، لكن جه في توقيت معين لازم يبقى في تغيير يدخل ودخل المجموعه ونجحوا. ده اللي انا عايز اقوله لك. القانون الانتخابات قال كده. قال ايه؟ ما هو المشكله اللي كانت مثاره مع وزير الشباب والرياضه الكابتن طاهر وقتها 8 سنين يتطبق اللائحه، فده خلاص عشان كده دخل المهندس المعلم استاذ المهندس محمود امام الموقف ده كان لازم تختار الخطه كانت ايه بعد ضرب الجمعيه العموميه وعدم احترامها واسقاط العمليه الانتخابيه برمتها. اصرار اداره النادي الاهلي في جواب رسمي كان الخطه ايه؟ ان هو يتحل. فكان في ايه؟ طيب خلاص يا جماعه اتفقوا مش هنتعين. فجت محمود طاهر والخمسه اللي معاه تداركوا الموقف وكانت شجاعه منهم. انا هسالك سؤال، لو ان محمود طاهر رئيس النادي الاهلي الحالي ما وافقش هو والخمسه المناضلين اللي لازم يتعمل لهم تمثال في جوه النادي الاهلي، لو ما وافقوش ان هم يتعينوا، كان ايه اللي حصل في النادي الاهلي؟ كان اول مره كانت تحصل في التاريخ يتعين مجلس بقرار وزير الشباب. مش هي دي القضيه. الكارثه بقى مين يتعين؟ انا كوزير وانت كوزير هتدور هتجيب مين؟ هروح ارفع قضيه تاني يوم. لا 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 مش كده. لا ما هي خلاص ما دام انت لجأت للمحكمه انا بحكي لك انا اللي هيحصل. مش دي لا خلينا بس ايه، انت بتقعد تزعل. لا لا معلش انا عايز اقول نقطه مهمه، كنت هترسخ قاعده مش موجوده في تاريخ النادي الاهلي. نعم اي حد مش عاجبك ارفع قضيه مشيه. ده جزء الحته الثانيه المهمه بقى عشان نكمل الفيلم. انا كوزير هعمل ايه؟ اللي انا اعرفه اللي يجي لي او اللي انا اعرفه او اللي واحد يقول لي ده امور عاديه، وانا كل واحد يجيب لي السي في و و و و لان مش شرط ان اي حد يقدر يتكلم، يعني ما فيش مشكله. اذا مجلس معين للنادي الاهلي ما بيتمتعش بثقه الجمعيه العموميه، لان الجمعيه العموميه جايبينه خلاص مش مفروض، لا الجهه الاداريه الوزير عملها. ممكن يبقى كويس ممكن ما يكونش كويس، لانك انت في المجلس ده هتراعي حاجتين، انك ما تجيبش ناس ناجحين ولا هتجيب ناس اللي هم قبل كده لا يمكن اللي بتنطبق عليهم تمام. اذا كل اللي انت شايفه ده بره. نجيب مين بقى بعد اذنك؟ نجيب ما اعرفش فلان وفلان وفلان. كان مستقبل الاهلي في خطر. لانك ايه؟ ما تعرفش مين جاي، انا ما بتهمش، انا ما اعرفش مين. كان ممكن كمان انا عضو جمعيه عموميه، كان ممكن يجيبني. ويحصل اخطاء تعترض عليه ويتعمل راي عام نفس الموضوع تبقى الفكره ويمشي ده ويجي واحد تاني برضه. دي جزء اللي انت جزء مهم جدا، لكن الاخطر بيبقى خطر لانك انت بتغامر. الحاجه الثانيه اللي عايز اقول، المجموعه بقى اللي رفضت التعيين اللي هي رفضت التعيين هم احرار. ألف شكر اللي هم خدوا كده مشوا، وبنشكرهم على المجهود اللي هم بذلوه وبنشكرهم على انهم ايه يعني اثبتوا في خلال الانتخابات الاوليه ان هم فعلا جايين متطوعين مش جايين عايزين ايا كان، لكن اختلفوا خلاص مشي. نيجي بقى السته اللي هم وافقوا دول الجمال بتاع الموضوع ايه؟ ان مجموعه ناس اولا ما فيش شبهه، مجرد اي شبهه على اي حد، وكانت المشكله في شبهه ماليه او خلافه او بزنس لعيب او ما اعرفش مبنى ايه او خلافه ايه. سمعنا؟ لا. ما سمعناش. دي جديده، وده حاجه لايه؟ اللي هو التطوع اللي احنا كلنا بنسعى له. اثنين، محمود طاهر ومجموعته عملوا ايه؟
ماذا حقق محمود طاهر في السنة الأولى من انتخابه؟ من تعيينه، آسف جدا. نمرة واحد، ما أنت زي ما أنت قلت كابتن شادي، فريق الكرة ما هو الأول، جاب له أحسن ناس وجاب له حق وصيغة اللي هو عايزه، اللعيب اللي هو عايزه بطريقة أخرى بيجيب. أدي واحد. طب اسمح لي عشان أنت بتنتقل لمرحلة تانية كده، اللي هي إيه؟ اللي هي ما أنا ضربت لك الانتخابات. أيوة تمام خلاص. أيوة أنا بتكلم على المرحلة التانية خلاص. عدى الكلام ده كله، حصل استقرار، الألعاب الجماعية رجعت مكانها، الكورة فيه هدوء، في صفقات، في هدوء جوه النادي. اترفع قضيه ليه على ست الوزير خالد عبد العزيز من نفس الشخص اللي رفع قضيه لما الناس نجحت؟ ما هو ايه الرد؟ لان هم كانوا يراهنوا على سقوط المجلس، وكانوا بيراهنوا على سقوط النادي الاهلي عشان يجوا يتولوا في وقت خلاص، وقت مضروب يجوا النادي بص الاهلي ده، الاهلي دوله، الاهلي دوله. لو تشوف مجلس الحالي او الست عملوا ايه في عمليه ان هو تقليل المصروفات واعاده هيكله ما اعرفش مين و يا راجل، ده مش عارف ده في التذاكر مليون جنيه وفروهم في المطاعم وهنا، ومش عايزين ندخل في تفاصيل مبنى الاسكواش، مواقف بقاله كام سنه، راحوا عملوه بنفس الاسعار وبتاع. اللي عايز اقوله لك كمان، الاستاد اللي موجود اللي احنا عايزين، اللي هم عايزين يعملوه بطريقه او باخرى ويكملوا، لازم نركز لهم ملاحظات عليه، هو اللي موقف الدنيا في الكهرباء وحدوته معقده جدا. شوف زايد، مش عايز ادخل في تفاصيل، لكن انا اقول ايه، ممكن انت تشتغل، انا ما بتهمش حد، انا بس بقول حاله ان كان من الممكن الاهلي هيغرق، لكن شوف بقى ايه، رغم كل اللي حصل في المجلس المعين الست عملوا ايه اللي انت مش عايزين نمشي عليها، اللي حقق والله العظيم مهندس خالد عبد العزيز قال حاجه مهمه جدا، كلمه لازم نقف عندها، ان اعظم من افضل القرارات اللي هو اتخذها تعيين مجلس محمود طاهر. عارف ان وزير يقول كده زي، لان هو عرف استقرار النادي الاهلي وشاف النادي الاهلي. انت عارف حتة انا كشادي ايه اللي مزعلني؟ كشادي قول لي. هقول لك. قول لي نعم. ومش عارف هترد تقول لي ايه؟ هتخانق معاك. وهنقلك لجماهير الاهلي العاديه اللي هي مش اعضاء في النادي. نعم. عارف اللي مش عاجبني ايه؟ نعم. التراشق ما بين الاهلاويه ما بينهم وما بين بعض على السوشيال ميديا حوالين كلمه المجلس المعين. عارف وصلونا لحاجه عمري في يوم من الايام ما تخيلت اللي ممكن اتنين بيعشقوا النادي الاهلي يبقوا مختلفين على الجمله دي. انا بناشد بقى الجماهير اللي هو ولادي اللي فيهم واوا، هو يعني ايه معين؟ يعني انت كان يرضيك في الموقف ده اللي انا بقول لك هم الناس اللي نجحوا دول مش مسؤولين على ان تبويز الجمعيه العموميه، مش مسؤولين، ده هم ضحايا، ده هم ضحايا و 8000 صوت فرق. اذا انت يعني الجماهير عليها ان تعرف ان هي جماهير وكره والاهلي يعني ماشي، لكن في حاجه اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم ايه المعنيين بعمليه الانتخاب، وبعدين في ثقه، انت عايز ايه في الاهلي؟ عايز اقول لك على حاجه، احنا كلنا او كل واحد بيجي يشوف انجازات اللي حصلت كده ويقول كلمتين ويمشوا، كلمتين ويعمل ايه؟ هو انت لما تيجي في التجمع الخامس وتاخد 50 فدان، خلي بالك محمود طاهر والمجموعه الخمسه اللي معاه ده يدخلوا التاريخ. التاريخ كده بيقول عبد صالح الوحش رئيس النادي الاهلي في سنه كذا 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 هو فرع مدينه نصر، كابتن صالح وكابتن حسن حمدي الشيخ زايد، هيقول محمود طاهر والمجموعه كذا كذا، انت التاريخ بيصنعوا تاريخ. الحاجه الثانيه احنا اتفقنا دول تجسيد للتطوع المحترم. الحاجه الاخطر احنا ما فيش شبهه، انا عمال اقول لك في شبهه في لعيب في بيزنس في كذا في كذا، قلت لي لا، معلوماتك الاكيد، وحتى المعارضين لهم جماهير النادي الاهلي، لان هناك من داخل النادي الاهلي ايا كان، مش عايز اقول بالاسماء عشان ما ادخلكش في الحيطه ولا عارف، احب ادخل في الحيطه. لا ما هنتكلم بقى، هقول لك على حاجه، زي ما البعض في التعيين الجديد اعاده التعيين من قبل ماتش السوبر بيوم، البعض كان في فكره ان هو ايه المهندس خالد عبد العزيز يعين كل مجلس الاداره بما فيهم اللي مشيوا ندخل. كان انا عارف انت انا وجهه نظري ما ينفعش، لسبب ان المجموعه اللي مشيت، لان من خلال الحوارات ومن خلال التصريحات وبتاع في مشكله، في تباين فكري، ما بقاش في الوحده الفكريه، كل واحد حاسس ان ده ما يعرفش، لا ده كانت قنابل بمثابه القنابل الموجوده اللي تنفجر في كل الناس اذا ده مش استقرار. عشان تنجح لازم التجاوز. وعشان كده فعلا انا جينا وقلت للمهندس خالد، يعني المهندس خالد خلي بالك من اكثر الناس احتراما للنادي الاهلي ومحبته للنادي الاهلي والجماهير، عايز اقول لك حاجه اللي انت ما تعرفوش، مساعداته الماليه للنادي الاهلي في البنيه التحتيه عشان الاهلي يخلص الانشاءات وبتاع، ده معروفه الدار الهندسيه القوات المسلحه باسم وزاره الشباب استكملت الانشاءات، ففي شغل كتير جدا ما بيتاخرش. الحاجه الاهم المهندس خالد ادرك فعلا ان الموضوع ده يتحل، حتى كان وجهه نظري نفس المجموعه واثنين يرشحهم محمود طاهر يختار منهم وخلص الموضوع، دول المجموعه المقاتله ليه؟ لانك انت كنت بره، لو دخلت كان ممكن تعمل ايه؟ حاجتين، مش هتنسجم. فاعتقد ان ده حاجه محترمه جدا. الجماهير بقى اللي منقسمه، البعض اذا كان، واعتقد ان ايه يعني انا ما كنتش اتوقع المجموعه اللي كانت غاضبه من استقرار النادي ايا كان واللي واخده موقف من السته دول بالاسماء، مش عايز اقول اسمائهم لان انا قلتهم هنا في النادي الاهلي، قلتهم وكتبتهم،
انا صعبان عليا في حاجه، الاهلي ما يستحمل مش كده. اذا كنت انت مختلف مع شادي وشادي عضو مجلس اداره، ما ينفعش في حاجه اسمها الكيان اللي انت بتنتمي له، لازم تساند ولازم تساعد. وعشان كده بناشد لو سمحت كابتن حسن حمدي اللي هو اعظم من تولى اداره النادي الاهلي في وسط الازمات، وده رايه كتبته ومنحاز له. كابتن الخطيب اللي هو نجم النجوم الكره المصريه، كل الناس اللي موجوده ساندوا مجلس اداره النادي الاهلي، ساندوا الاهلي، انت بتساند النادي الاهلي. يعني هو حد يغضب من الاهلي يبقى الاول ويقبى ويقبى؟ ما فيش حد. اثبتوا ليا والجيل الجديد ولكل الناس الموجودين ان في حاجه اسمها كيان النادي الاهلي. الكيان ده عندما تتطلب الحاجه او الموقف اللي احنا نساند الكيان، تظف الكيان الصغير اللي هو الاطماع الشخصيه او مستقبلي ايا كان الموضوع. شو هو ده اللي انتوا اتعلمتوه واللي انتوا اللي بتقوله لنا؟ تمام. انا برضو هكلم حضرتك في حاجه، بس فريق العمل يا جماعه لو سمحتوا حطوا لنا ارقام التليفونات نشارك جماهيرنا معانا، مهم جدا الجماهير تشارك تقول رايها في اي حاجه. كل بالمناسبه قبل الجماهير بعد اذنك، محمود طاهر رئيس النادي الاهلي في لندن راح بعد مباراه السوبر وسافر لندن، فربنا ان شاء الله يشفيه والف سلام مليون سلامه. عنده مشكله في العين وبيعرض النهارده على اطباء، فنتمنى له السلامه من هنا من عندك وبرنامجك. فان شاء الله اكيد بنتمنى له الشفاء العاجل، يرجع يوم 28 برضه قبل الحته دي ان شاء الله. مجلس اداره الاهلي قدامه مجموعه من عايز اتكلم مع حضرتك، هي الارقام امام حضراتكم، اللي حابب يدخل معانا حابب يقول رايه، عشان العشر دقايق الاخيره دي نفتح تليفونات للجماهير، مهم جدا نسمع اراء حضراتكم. استاذ كمال كنت بتكلم مع حضرتك مع الملف ده مهم جدا، ما ردتش عليا. لو اللي نفس الشخص اللي رفع القضيه في الاول، هي نفس الفيلم بي بيدرفع القضيه على السر؟ ما انا عايز افهم برضه. هي مراحل. اما يكون انت راجل قاعد مثلا ايا كان مين، هو من حقه يعمل اللي هو عايزه، ده حاجه مش عايز. لكن انت ايه، ما تضحكش عليا وتقول لي باسم الكيان، ما تخليش الواحد ما يصحش. اذا كان النادي الاهلي وكيانه بيقول كذا زي ما انا قلت، ما إيه انت 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 ليه افرض دلوقتي تم حل مجلس اداره، ايه اللي ممكن يحصل في ظل ايه؟ ما فيش قانون مش هيطلع دلوقتي. مجلس تاني انت بتدي فرصه للوزير المهندس خالد عبد العزيز ان هو يختار، ما هو لازم يختار. تهدي باستقرار وهدوء موجود. مين اللي هيدفع الثمن؟ مين اللي يدفع الثمن؟ الاهلاويه وجماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. عشان كده ايه؟ الاهلي بتقدمه بكل حاجه بتحصل فيه ده ملك الاعضاء، هم اللي دافعوا عنه. طيب وبعدين انت بتقول لي عشان التليفون بقى، استنى بس الكلمتين دول. هو في واحد تقول لي معارضه في واحد؟ كل المعارضه في النادي الاهلي كام؟ 15 واحد، منهم واحد 14 اعضاء عاملين، وفي واحد اصلا مش عضو متردد. مالك؟ ما فيش نادي 160,000 واحد في 15. شكرا. الاهلي فعلا نادي الناس كلها بتتمنى ان هو ان هي تسير على 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 المنظومه الاداريه بيه، ولكن يعني ده نجاح كبير قوي. قط المعارضه عندك ايا كان دلوقتي، خلي بالك كانت معارضه شرسه من قبل بعض الناس كانوا ايه مسؤولين كبار، وهو كله اختفى مع كل تقدم، بينتظر الفرصه ان فريق الكره يقع او هنا او هنا. اذا انت عندما تنتظر ان الاهلي اما يقع تبدا انت تظهر، اسف جدا انت عمرك لا عارف اخلاقيات الاهلي ولا عارف يعني ايه الاهلي ولا قيمه النادي الاهلي اللي انتوا عمالين تروجوا عليها. المعارضه الحقيقيه لما تلاقي النادي مستقر تساعد وتساند، لانك انت بتساند النادي الاهلي. وعشان كده برضو بكررها كابتن حسن حمدي، انا بحبك وبحترمك كابتن الخطيب، وبكررها لك، نجم نجوم الكره المصريه ليك انت كلك مكانتك، نجاحات وارقام ليك طبيعيه، ليك مكانتك وليك كل حاجه حلوه وليك في قلوبنا، ساند وشجع لحد ما تيجي فرصه في انتخابات محترمه وبتاع بتدخل زي اي حد، تكسب فوق راسنا من فوق وتكمل. لان النادي الاهلي بيعمل ايه؟ حسن حمدي دايما سلم المسيره وسلم رايه الاهلي مرفوعه، بياخدها محمود طاهر بغصب عنه. كل اللي بيعمل ده عشان مسيره النادي الاهلي تزداد ارتفاعا ويعمل مقاومات كبيره تضاف للنادي الاهلي وامكانيات النادي الاهلي، هيسلمها برده مرفوعه وهكذا. ده اتعلمناه وبنكتبه، مش عايزين نغير بقى الموضوع وتبقى حاجه وحشه. باكد مره ثانيه عشان انت عارف المزايدات علينا بتبقى كبيره جدا، كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب انا قلت اربع مرات وكل المجالس، وانت قلتها وانا مهم جدا كمان اقولها، لان انا النجاحات اللي اتحققت داخل النادي الاهلي الحمد لله كنت كابتن الفريق ومشارك فيها، واعلم الناس دي كانت بتعشق النادي الاهلي ازاي وبتحبه ازاي، حقق انجازات وبطولات. وانت كمان بتتكلم في نقطه موضوعيه جدا جدا، اللي كلنا كل الاهلاويه كل ولاده يساعدوا على استقراره، وده كلام محترم. معانا استاذ وليد من كفر الشيخ، انا اسف على التاخير، اتفضل يا استاذ وليد، حابب تقول ايه؟ اتفضل.